الطاقة العامة لك، أنت في طاقة فقدان وخسارة، أنت تشعر بالفقدان لشخص ما كان يملي عليك حياتك، أو تشعر بخسارة، ربما تكون خسارة مادية أو خسارة لأحد الأشخاص الذي كنت متعلق به، ربما هذا الشخص قد تركك ورحل، أو أنت في طاقة قد تركت هذا الشخص وذهبت، أحد منكم قد ترك الآخر والشخص الآخر متمسك بك، ما يزال متمسك بك حتى الآن، ولكنك أنت حزين جدا على فراق هذا الشخص، وهذا الشخص أيضا حزين جدا، هو يحن إليك جدا ويحبك ولا يريد أن يكون في علاقة أخرى إلا معك، هو لا يتذكر إلا الذكريات التي كانت تجمعكم سويا، هناك عروض أخرى له في هذه الحياة في هذه الفترة، ولكن هو غير مهتم إلا بالأشياء التي كانت تجمعكما في الماضي. هو ربما يكون عنيد ومتمسك بأمواله ومتسلط، ربما كانت هذه الخلافات بينكما، وهذه طاقة ليست جيدة. هذا الشخص ربما يكون إنسان نرجسي، أو أنت عفوا ربما أحد منكم نرجسي ويحاول أن يسيطر على هذه العلاقة بطريقة كبيرة، تسلط، بخل، عند كبير، يريد أن يكون حرا، أو هو حر في هذه الفترة، هو شخص حر غير مرتبط، متباعد عنك. هذه الطاقات احتمال أن تكون لأشخاص مختلفين، أنا أعطي جميع الاحتمالات وأنت عزيزي خذ ما يناسبك من هذه الطاقة، احتمال بأن واحدة من هذه الطاقات تنطبق عليك، احتمال بأن تكون هذه الطاقات أكثر من شخص. لنأخذ نصائح من الرومانس إنجل. تقول لك هذه البطاقة انتبه إلى العلامات الحمراء التي في حياتك، ربما كانت هناك علامات حمراء تنبهك إلى أشياء أنت تمر بحياتك أنت لم تعرها أي اهتمام، ربما يكون هذا الشخص يحبك ولا يريد أن يظهر لك أي مشاعر، ربما هذه علامات حمراء هو يخفي مشاعره عنك، أو ربما هو كما ظهر لنا إنسان هو احتمال بأن يكون نرجسي. هذه البطاقة تقول لك جاذبية كبيرة بينك وبين الشريك، إذا أنت وهذا الشخص، أنت تحب هذا الشخص وهو يحبك، ولكن هناك شخص بينكما متسلط على الآخر، متسلط على الآخر، احتمال بأن عفوا منك بأن تكون أنت، لأن هنا ظهرت لنا في طاقتك طاقتك للقراءة بأنك أنت المسيطر، بأنك أنت المسيطر، ولكن ليس بالضرورة، احتمال بأنك أنت مسيطر على نفسك لكي لا تعبر له عن مشاعرك، لكي تكون قوي ولا تريد أن ترجع إلى هذه العلاقة، لأنك كما يبدو عليك هنا بأنك قد قررت الخروج من هذه العلاقة، أنت حزين ولكنك وتحب هذا الشخص، ولكنك قد مللت وخرجت وهو ما زال متمسك بك، أنت تراه متباعد عنك ولكنه متسلط وبخيل وعنيد، ربما تكون هذه العلامات، هذه هي العلامات الحمراء التي تنبهك عليها هذه القراءة، لا أنفي بأنه يوجد جاذبية كبيرة بينك وبين هذا الشخص وهو يحبك جدا، ولكن هذا الشخص يحب السيطرة والتملك.
إذا طاقتك لهذه القراءة، أنت مسيطر على نفسك وعلى مشاعرك في هذه الفترة، ولا تريد أن تظهر لهذا الشخص أي شيء. أنت قررت أن تخرج من هذه العلاقة ولا تريد أن ترجع، لأنها ربما هذه العلاقة قد أتعبتك وأنت وصلت إلى حد النهاية. هذا الشخص هو يحبك جدا، ولكن احتمال كبير بأنه يحبك بطريقة يحب أن تكون له لوحده، وهو يحبك حب صادق من قلبه. مشاعرك تجاه هذا الحبيب، أنت أيضا تحبه بشكل كبير، أنت تحبه بشكل كبير، وأنت تراه السعادة الكاملة، وتراه الاستقرار والرفاهية، ترى معه كل شيء جميل. تشعر بالخسارة الكبيرة بابتعاده عنك، ربما أنت بابتعاده قد خسرت أموال، ربما كان هو يدعمك ماديا وأنت تشعر بالخسارة الكبيرة بفقدان هذا الشخص، أو ربما قد خسرت عائلة بسبب هذا الشخص، ربما كنت أنت وهذا الشخص في زواج وأنت خسرت هذا الشخص وخسرت أموالك. أنت تشعر بأنه هو الرفاهية والسعادة والاستقرار الذي تتمناه، هو يحبك جدا أيضا ويشعر بالحنين إليك ويشعر بالفقدان على غيابك، بفقدانك. أنت تشعر بحنين وفقدان له، وهذا الشخص أيضا يحبك، أنت وهو كما ظهرت لنا في هذه البطاقة، أنت وهو بينكما انجذاب عالي جدا، عالي جدا، وحب كبير، وهذا الشخص يراك الاستقرار، يراك الاستقرار معك، هو يرى بأن حياته كانت مستقرة ويريد أن يكون معك، هو يراك إنسان مسيطر قوي ماديا جيد، أمورك عقل ذكاء راجح، عقل راجح، ذكاء، قدرة على التصرف، هو يشعر بأنك في قمة الجمال، وهو يشعر بالاستقرار الكبير معك ويحبك لدرجة كبيرة. هو يريد نواياه أنه يريد أن يدافع عن نفسه، بأنه يريد أن يدافع عن نفسه، وإذا كانت أمور بينكما قد حصلت بينكما خلافات وما شابه، يريد أن يعود إليك ويكلمك ويدافع عن نفسه، ولكنه في نفس الوقت يريد أن يضع حدود بينك وبينه، لا يريد أن يعود بالعلاقة كما كانت من قبل، كما كانت بينكما من قبل. لنأخذ هذه البطاقات. تقول لك هذه البطاقة: أنت شخص محبوب، وابتسامتك دواء لكثير من الناس من حولك. هناك طريقة أفضل. إذا أنت أو هذا الشخص لا ينوي إلا في هذه الفترة أن يدافع عن نفسه إذا كان قد حصل بينكما مشاكل، وأن يضع حدود صحية بينك وبينه، لا يريد أن يعيد العلاقة كما كانت في السابق، يريد أن يضع بينك وبينه حدود، ويشعر هو بكسرة قلب كبيرة، بكسرة، يشعر بخيانة، يشعر بغدر. هذه الطاقة بينك وبين هذا الشخص، أنت وهو المتألمين في هذه العلاقة، كلاكما تحبان بعضكما، وكلاكما تشعران بالحزن والخسارة، وكلاكما تشعران بالغدر. نوايا هذا الشخص معك:
نوايا هذا الشخص معك بأن يتباعد، كما قلت بأن يضع حدود صحية بينك وبينه. هو يريد أن يتباعد عنك في هذه الفترة، هو يريد أن يحصل على الاستشفاء، ينهي جميع الخلافات بينكما، يتواصل معك، يتحدث، يتكلم معك، يحاول أن يدافع عن نفسه، ولكن في نفس الوقت هو يريد أن يحصل على الاستشفاء، يريد أن يبقى بعيدا بينك وبينه حدود لكي يحصل على الاستشفاء. خطوته القادمة هو يريد أن يظهر لك حسن نواياه. هو إنسان صادق ونواياه جميلة، ويريد إذا كنت قد جرحت منه بسبب ما قد حصل بينكما أمر ما، يريد أن يقدم لك هدية، يقدم لك رضا، مصالحة، ويخرجك من الطاقة الغضب أو الحزن أو الغدر التي أنت بها، ولكنه يريد أن يكون لوحده، يريد أن يضع حدود ويكون لوحده في هذه الفترة. يصالحك، ولكنه لا يريد أن يكون في العلاقة في هذه الفترة. عنده انجذاب كبير لا أخفي، وأنت أيضا، ولكنه لا يريد أن يكون معك في هذه الفترة. هو يريد فقط الحصول على الاستشفاء وبدايات جديدة، بداية جديدة، ينسى ما حصل، يترك الماضي وينسى ما حصل. هذه مصير هذه العلاقة في هذه الفترة، الابتعاد، دورة حياة جديدة. ربما كانت سيبدأ بداية جديدة، كلاكما ستبدأان بداية جديدة، أنتما أخذتما القرار بالابتعاد، وهذا الملك صاحب قرارات ولا رجوع فيها. ربما تريدان أن تعيشان حياتكما كل واحد بجهة معينة، ولكن كلاكما سيبقى متمسك بالآخر ويبقى منتظر منه خبر، وسيبقى بينكما مراقبة في الفترة القادمة. هذه نتيجة العلاقة. مصير العلاقة أو نصيحة لهذه القراءة، أن لا تظهر له أي شيء. هو متباعد ويحافظ، يحبك ومتباعد، وأنت أيضا تباعد، أنت أيضا لا تظهر له مشاعرك، ابقى كما أنت، ابقى كما أنت، متمسك ب قرارك، متمسك برأيك، فأنت إنسان محبوب، وابتسامتك دواء لكثير من الناس من حولك. هناك طريقة أفضل تدعوك، احتمال بأن تكون أنت، هو تباعد، أنت أيضا توقف. هو يريد أن يتباعد، وهو يريد أن يستشفي ويضع حدود صحية، وأنت أيضا اهتم بنفسك، ابدأ بداية جديدة، تكلم مع هذا الشخص، تكلم مع هذا الشخص، واعرض أن تنهي الخلافات بينك وبينهم، لا ضرر في ذلك. تواصل، تكلم معه، اعرض عليه الرجوع وبداية جديدة دون خلافات، دون مشاكل، فكلاكما يحب الآخر، ولكن لا تظهر له هذه بهذه الفترة. اتركه قليلا لكي يحصل على الاستشفاء. هو يريد أن يحصل على الاستشفاء، وبعد فترة من الزمن حاول أن تتواصل معه عن طريق الإنترنت بطريقة خفيفة، وتراقبه وتتواصل معه عن طريق، قلت عن طريق الإنترنت بطريقة خفيفة ومن بعيد، وتكلمه بطريقة بسيطة، ما رأيك بالرجوع أو ما شابه، فاحتمال بأن تكون هناك، يكون هناك رجوع بإذن الله، احتمال بأنه يوجد تواصل. هذه الفترة يوجد تواصل، يوجد تواصل، كلاكما أخذ القرار، ولكن كلاكما متمسك بالآخر. النصيحة كما قلت، لا تظهر له في هذه الفترة مشاعرك، هو يطنشك، أنت أعمل مثله، وبعد فترة
كلمه، تواصل معه، حاول من بعيد عن طريق الإنترنت. إذا كان هناك رجوع فسيكون بقرار منك أنت. إذا أردت أن تنهي هذه العلاقة وتفتح صفحة جديدة، ممكن أن تكون هذا القرار عندك. إذا تواصلت مع هذا الشخص فستكون هناك بداية جديدة. شكرا لكم أصدقائي على هذه المشاهدة، وأرجو أن أكون قد وفقت في هذه القراءة. شكرا لكم مجددا، وإلى اللقاء في قراءة.